ايه ده؟ ده منصف يا خاين العشره. ليه يا عمي تروح تعمل اعلان للنص بتاع عمك اكرم وما بتعمليش انا اعلان يا ياض؟ ما عشان هو بصراحه قال لي عرض عليا الشهره. انت عارف يالا ده انا صارف عليك دم قلبي ياض. انت ده انا مربيك ياض، وياما كنت عيان وبتقعد في البيت حرارتك 75. وانا سخن كنت بتعمل عليا شاي يا حاج. انت بتستغل عيانة يا حاج. انت يعني يا ابني مش بخفض حرارتك يا بخفض حرارتي تعملها شاي؟ ماشي يا حاج الله يسامحك. تعمل اعلان يا لعمك اكرم وتسيب عمك رمضان يا يعني هو عم رمضان عمل اعلان وما جتلوش. طب يلا يا هعمل اعلان بجد. هتعمل اعلان؟ هعمل اعلان لنص اللوكاندا بتاعتي. دي فكره جديده دي. حدش فكر فيها. دي فكرتك يعني. امال ايه ما شاء الله. بس انت بقى لازم عشان تعمل اعلان تعمله اعلان كبير مش اعلان صغير. امال ايه يا ده؟ انا اعمل اعلان كبير؟ انا كبير. هاي مش كبير في السن الاعلان يعني. تعملوا اعلان محترم فيه صرف. في ايه صرف؟ انا اسف على الكلمة. صرف ايه يا مش قصدي يعني، بس يعني لازم. الاعلان ده عاوز ايه؟ عاوز مثلا نجم يعني. عاوز ايه؟ الباتشينو. تجيب الباتشينو. نجيب 2 الباتشينو سكر بره. ماشي. هتجيب الراجل سكر بره؟ راجل؟ ايوه راجل. ايه الباتشينو ده؟ ممثل امريكاني. ممثل امريكاني اسمه الباتشينو. يا دي يا حاج لازم تبتدي كده كبير عشان يجي لك نجم وناس تشوف الاعلان. ياد ليه نجيب ممثل امريكاني ياد؟ البلدي يوكل ياد. هو جوز فراخ. انت اللي هتعمل الاعلان يا منصف. اصل انا مش عارف مواعيدي يعني يا حاج. انت عارف الشهره ياد. ما تتنكش ياد. ماشي ياشي. ده انا هظبطك. انا هعمل اعلان تاني. هخليك تعمل اعلان للنص اللوكاندا بتاعتي. بس الاعلان ده بقى عايز ايه بقى؟ كاميرات سينما ودنيا. ما تقلقش. عندي بدل الكاميرا 2. بجد؟ كاميرات سينما. امال ايه؟ كاميرا اماميه وكاميرا خلفيه. دي ازاي بس؟ اشرح لي. ياد الموبايل بتاع البيت شيماء. هتعمل اعلان بموبايل يا حاج؟ ياد ده البيت شيماء ياد بتصور نفسها بالموبايل وبتنزل الفيديوهات بتاعتها على التوك توك. على التوك توك؟ يعني سواء يبقى ماشي بتوك توك وبنتك فيديوهاتها ورا بدل ما تبصليش بعين راضيه فيديوهات لبنتك؟ ياد يا اهبل. لا التوك توك اللي على التيك توك. التوك توك. هو ده. ايوه. وانت فرحان ان بنتك بتعمل فيديوهات؟ انا بخش اكتب لها لقد اعجبني. لقد انت عامله عربي؟ انت من الناس اللي لقد هذا المنشور اثار اعجابي؟ امال ايه؟ ايوه عارف. من موبايل الواد هدهد. انا كنت عامله عربي برضه. سامعيش موبايل. بس هي بقى معاها موبايل انا جابه لها. يعني كمان هتخرجه بموبايل بنتك. امال ايه ياض؟ بس ده هيبقى اعلان رخيص يا حاج. عيب ياض، عيب. انا هصرف عليه جامد. هنشوف اهو. اذا كان ابتديت بيا وبكاميرا موبايل هتصرف فين؟ ماشي. اصبر استنى بس اوريك بقى ايه اصل الموبايل ده. فظيع. ايه اللي فظيع؟ موبايل بكاميرتين عادي يعني. فظيع. ماشي يا حاج. ده بارقام مبالغ فيها. انا عارف ارقام. شيماء. ده في عيد الاضحى الكلام ده. شيماء. ايوه بابا. تعالى يا شيماء. ازيك يا شيماء حبيبه بابا؟ الحمد لله يا حبيبي. موبايل بتاعك فين يا بت؟ اهو يا بابا. موبايل ده مين اللي جابهولك؟ انا اللي جبته لنفسي يا بابا. ها وهم متنك قوي. اصبر يا شكلك وحش. هي ما فهمتش المقصود. يعني مين اللي اداك الفلوس اللي انت جبت بيها الموبايل؟ فلوس؟ ده انا قعدت 15 سنه من عمري احوش القرش على القرش والمليم على المليم عشان خاطر اعرف اجيب عده زي دي. مين اللي اداك القرش والمليم؟ ها؟ مين اللي كل يوم بيديك مصروف؟ ها؟ نص جنيه. انا بديها نص، بديها 50 قرش. انت لما تعربهم هيزيدوا. ما هم نص جنيه، 50 قرش زادوا يعني. ها؟ مفيش حد من زمايلها بياخدوا الارقام دي. طبعا زمايلها محترمين. هياخدوا الارقام دي. والله ما في واحدة بتاخد 50 قرش. ايوه ده انت تبوظ البنت كده. ده ممكن تشرب سجاير كده. لا بنتي ومربيها. يعني من الاخر كده هات الموبايل. اهدي انت لو شفتيه تعرفيه. اعرض لي الناس يا سم محمد. دماغك زباله. انت عايز موبايلي فيه؟ عايز موبايلي يا بنت؟ هصور اعلان للوكاندا بتاعتنا يا بنت عشان يجي لنا زباين. اعلان؟ اه دي فكره حلوه قوي يا بابا.
والله انا فكرت فيها. ايه ايه ما فكرش فيها على فكره، دي فكره عم اكرم وهو بيقلده. يا قلوده لا يا قلوده، لا ياد مش قلوده، ياد هو فكر ان هو يعمل اعلان عشان يجيب زباين لنص اللوكاندا بتاعه. ايوه انا مفكر ان اعمل اعلان عشان اجيب زباين لنص اللوكاندا بتاعتي، حاجه تانية خالص. انا اختلط عليا الامر معلش. ايوه دي جديده خالص. ماشي بس ايه بقى الفكره اللي انت عايز تعملها في الاعلان دي يا بابا؟ بصي انا بفكر يعني في فكره مش عارفها، بس يعني هي الشباب بقى، انتوا الشباب. انتوا الشباب لان الشباب هم عارفين مصطفى كامل. انت في القصص كمان بخيل. مش هيقول مش هيقول عناوين بس وبتسيب خيالنا. ماشي يا حاج خلاص فهمتوني. يعني ايوه هنكتب عليه. مع السلك يا حبيبي احمد عرابي. ايوه وسعد زغلول. يا بالاسامي يا حاج يعني فاهمين يعني ايه علاقه ده بالاعلان؟ عايز افكار يعني مثلا ايه اللي في اللوكان ده عندي يجذب الناس. بنتك تقول لك بقى. لما تقول له انت. لا لا انت بنته في ايه؟ لا قولي له. قولي يا شيماء قولي. بص يا حبيبي هو اللوكان ده معفنه قوي. بنت معلش طيش الشباب بقى، هي قصدها يعني اللوكاندا عايز شويه تزويق وتجميل عشان هي بصراحه معفنه يعني ملهاش لفه ولا. لا يا دي انتوا مش فاهميني، يعني مثلا تقولوا ايه الاوض بتاعه لوكاندا نص رمضان يعني بترد الروح. احنا بنبيع طرب يا حاج، بترد الروح. عايزين مميزات لناس تيجي اللوكاندا. الريشبسن. ريشبسن الريشبسن مفيش حد زيه، مفيش لوكاندا فيك يا مصر فيها الريشبسن. عارف مصطفى النحاس؟ عارف. طب ما بل رينا بكلمتين يا جدع، قول ولي ده في عم بس واسم. ثبتنا كل شويه لما تجيب الباراجراف مفتوح. امال ايه يا ابني؟ ماشي يا حاج. طب بص انتوا ممكن تلعبوا ايه لعبه ونصورها اللي هي بتاع السبت حد اثنين ثلاثة اربع خميس وما تقولش جمعه، قول النص بتاع رمضان. ايه ده؟ ايه الفكره الهبله دي يا حاج؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ما اروح لبتاع فول يقول لي عايز نصين فول اقول له لا نص فول والنص بتاع رمضان. والله تصدق دي فكرة حلوة يا والله فكرة حلوة، ونجيب اللي هو بتاع الفول ده يشتغل معانا. يشتغل ايه معانا؟ ما يبقى سبونسر بتاع فول. ما فعلا اعلانك مش هينفع غير بتاع فول سبونسر. يا حاج ركز معلش. يا شيماء انا عايز اقول لك حاجة، بس الاعلان ده لازم يبقى له جملة مشهورة. زي ايه يعني؟ زي مثلا ايه؟ برت اللوكاندا، اول لوكاندا عالمية على ارض مصرية. فين؟ لوكاندا ايه؟ عالمية على ارض. لا لا عالمية ايه؟ امال ايه؟ خليها على 50 يا قصده؟ ايه ده؟ قصده؟ ايه ده؟ بزود له العجل انا، خليها على 50. اسمع اللي بقول لك عليه. يعني اقول اول لوكاندا على 50 على ارض مصرية مش راكبة. لا 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 مش لازم عالمية. مش لايقة يا بابا. لا مش خلاص خليها على 100 بس 50. ها؟ ايه ده؟ انت جاي تفك في الاعلان يا حاج؟ يا مش هينفع، احنا مش هنعمل الفكره دي. قولي انت اي فكره. بص يا بابا احنا ممكن ايه نشغل اغنيه كده على التيك توك ونقعد نرقص عليها كده اهو ونقوم نسيرنها. لا 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 دي حاجات مش قد كده. بصوا انا عندي فكره كويسه هننفذها على طول. ماشي ماشي هنسرق اعلان يعني عادي. نسرق اعلان وهنغير عليه الكلام. ماشي ماشي بس ما نقولش لحد ان هو مسروق. ايوه لا لا ما انت قلت ان شاء الله. ماشي بس ممكن نرفع علينا قضيه. واحنا لو رفعنا قضيه انت ما شاء الله هتدافع عننا. هبيعكم. ايوه.